ورجعنا لكم تاني، بس أتمنى حضراتكم تشوفوا معانا الحلقة بقلوبكم مش بعيونكم. وكل أم وكل أب وكل واحد في سن محمد، محمد عنده 22 سنة، محمود عنده 22 سنة 23 ماشي في 23 بيتفرج علينا دلوقتي يحس بمعاناته. بنرحب بيك يا حاجة. الله يخليك يا حبيبتي، الله يكرمك. هتعرف يعني يا ريت تعرفي الساده المشاهدين على حضرتك كده. انا والده محمود، ومحمود عنده 22 سنه ماشي في 23، عنده تشنج عضلي في ظهره ولازمه مضخه. بقول له المضخه ديت، خلينا نمشي في موضوع محمود واحده واحده. محمود تعبان من يوم ما اتولد؟ من يوم ما اتولد انا نقص اكسجين من الولاده. طب انتي بدأتي امتى تحسي ان محمود فيه حاجه مختلفه؟ من يوم ما اتولد، لان هو اتولد حطوه في الحضانه، ومن ساعه ما طلع من الحضانه وانا بنجري بيه ما قعدتش والله. انت عارفه العيال دي بتصرف. وبعدين جدل، انتي عندك كام ولد وبنتي حاجه؟ ما عنديش غير ولدين، غير هو التالت الصغير. جوز حضرتك شغال ايه؟ جوز حضرتي عنده 82 سنه على المعاش، راجل كبير تعبان والله. معاشه كام؟ معاشه عنده بياخد 3 ولا 3، مش في يعني مش ما هو اللي بروح. هنقول 3. ماشي 3. محمود بقى، اي بداتي رحله العلاج بتاعته من امتى؟ من ساعه ما اتولد والله، من ساعه ما اتولد. قالوا لك ايه حاجه يعني؟ اموال في المستشفى قال لي ما فيش حاجه في دماغه، يعني عملت له رسم مخ 3 واشعاعات مقطعيه، ما فيش. يقول لي ما فيش. حتى الدكتور شريف لما شافه قال لي ما عندوش حاجه تستدعي اللي هو فيه ده كله. طب ايه اعمل؟ قال لي اعمل له اشعه على الحوض وعلى الركبة وعلى ظهره. عملت، قال لي ده تشنج عضلي، وعايز مضخة في ظهره. اه يا حاجة معاكي. بربع مليون جنيه. انا ما فيش مضخة في ظهره بربع مليون جنيه. اه دي ما بتبقاش يا حاجة على نفقة الدولة. ما انت عرفتي موضوع المضخة ده من امتى؟ من كنت عاملاه له، قال لي هيعمل عملية على نفقة الدولة، فعملت له الورق وطلع له القرار يعمل عملية. كانت عملية ايه اللي هيعملها على نفقة؟ يعملوها له في ظهره. اه مش عارف يعمل له اوردة ولا يعمل له. لان المهم الدكتور قال لي ده هتعمل له مضاعفات جامدة، مش هيقدر على العملية دي، لان هيفتحوا ظهره من اول لاخر. المضخة ديت هتيجي ويتعمل فيها. طب هتعمل له ايه المضخة؟ يعني ايه اللي هيتحسن في حالة معاه؟ قال لك هتفك العضلات. هتفك يا عنده تشنج في العضلات جامد. قال لي دي هتفك العضلات احسن من العملية. وانا ما قدرتش نجيب الحاجات دي، فبنتمنى من ربنا اي حد يشوفه يجيب له العلاج ده. انا اللي مش عايزه لا فلوس ولا عايزه اي حاجه، بس عايزاه يتعالج. عشان هو رقم حضرتك هيطلع معانا على الشاشه ماشي للتواصل معاكي. وبنتمنى اي حد يشوفنا هو يروح يجيب المضخه. رجال اعمال اسكندريه. حضرتك منين يا حاجه؟ انا من اسكندريه. من اسكندريه. على فكره انا اللي تواصل معايا بخصوص حاله حضرتك دكتور شريف سالم. ايوه اللي متبني حاله محمود. ايوه وعلى فكره هو قال ان هو هيعمل العمليه مجانا. ايوه واوضه العمليات مجانا. ايوه كل بس اللي هو محتاجه المضخه. ايوه فاي اي رجل اعمال بيشوفنا سواء من اسكندريه من بره اسكندريه يارب. يخفف معانا معاناه اسره. محمود ما بيتكلمش ليه يا حاج؟ هو عنده حاجه معينه يعني؟ المضخه دي هتحل موضوع ال قال لي هيخش الحمام وهيمشي هيبقى كويس. هو ما بيخشش الحمام والله بقى له 3 سنين. جايب طشت المونيا كده، بنغسل نص الاولاني الاول وبعدين نص الوسطاني وبعدين من تحت. بقى له 3 سنين ما بيخش الحمام وحياة ربنا خالص خالص. حتى لما يجي يعمل حمام ما يقعدش، بيعمل وهو نايم على بطنه، لان لو نام على ظهره شفافه بتزرق وبيجي له التشنج العضلي ده، بيجي بيزيد معاه بيخلي الشنكل في بعضه ما بيعملش. يعني ال 24 ساعه نايم على بطنه والله. هو ما بيتكلمش خالص يا حاجه؟ لا بينطق كلمات معينه، يا اما يا كده يعني حاجات بسيطه. اهم حاجه بيقول يا رب. اه بقول اه، وعارف الصيام والصلاه وكل حاجه. محمود كلم محمود. وانا والله انا بشكر الرئيس كمان عشان ما قبل ما ننسى. هو انا كنت معديه بمروحه من العلاج الطبيعي، لقيت ناس واقفه كده، بنقول لهم في ايه؟ قالوا ده تحليل الفيروس. فرحت دخلت حللت، قلت لها من سن كام؟ قالت لي ده من 18 وطال. طب هو عنده 22. قالت لي ليه هتشكيه؟ حرام. قلت لها والنبي بالله عليك عشان اطمئن عليه. يعني انت بالصدفه طلعت من المستشفى من العلاج الطبيعي لقيتي العربيه واقفه بتاعه 100 مليون صح؟ اي
فقلتي قررتي تطمني عليه. ايوه. ايه لقيتي عنده الفيروس؟ ده طلع عنده الفيروس، لو قعدت 100 سنه عمر ما هنعرف ان ابني عنده فيروس، يعني بنشيله وبنلف بيه هو حامل المرض وانا ما اعرفش. عرفتي بالصدفه؟ بالصدفه في والله، في بالصدفه وحياه ربنا. فانا بنشكر ربنا جزيه خير يا رب على اللي عمله، بس للتقليدين بلاش اللي عمله الحاجات التانيه، على حاجه على الحاجات المليون صحه دي. تعرفي المرض ده ان حضرتك نموذج للطاقه الايجابيه معانا. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا يجزيك خير يا رب. عندهم كل حاجه الحمد لله، ولادهم بصحتهم ما شاء الله يا رب الله. يعني يا رب يا رب كل اللي ليه حد يفضل دايما بصحته ويشفي كل مريض. الله يكرمك حبيبي. ويجي يقول لك ده غلاء المعيشه. لا كلنا على فكره غلاء المعيشه ده علينا على كلنا يعني، بس الحمد انا ببص لله. رغم الظروف اللي حضرتك فيها وبصيتي للنقطه المضيئه انك وانت راجعه بابنك لقيتي العربيه فحللتي له فعرفتي ان عنده فيروس، فدي لوحدها بالنسبه لك حاجه كبيره. ايوه حاجة كبيرة يعني، ازاي ده يبقى زي ده اللي هيعرف يقول انا مثلا تعبان ولا حاجة، كل مرض هياكل فيه وخد العلاج؟ وخد العلاج وهو حللت له التحليل الأخير طالع حلو زي الفل، قال لي خلاص تروحي بيها آخر الدنيا وتقول الحمد لله. ربنا يكتب له العمر. ربنا يا رب. الله يخليك محمود عشان اللي مش متابعنا والله، وربنا يكرمه يا رب ويساعد في علاجه. والله انا بفجاك يا ريس والله العظيم، ربنا يجازيك خير يا رب. والله كافحت على آخري وربيت عيالي، والله انا مش بنعرف نكتب ولا نقرا، كنت بنعلم كتاب احمر وكتاب اخضر وكتاب ازرق، نقول لهم انت ما فتحتش الكتاب ده، ما فتحتش الكتاب. عيالك التانيين متعلمين؟ اه متعلمين والله، واخدين كليات الاثنين، بس لسه شباب عايزين شقق وعايزين يتجوزوا وعايزين الاخرين. يعني انت ما شاء الله برغم ظروف محمود وحضرتك ما بتقريش ولا بتكتبي، بس على فكره حضرتك احسن من ناس كتير قوي. الله يخليك. بيقروا وبيكتبوا. بس عشان انا اتربيت يتيمه فما حبيتهمش اتبهدلوا، حبيت هما يبقوا رجاله حلوين. بس انت عارفه ان ربنا بيحبك قوي. الحمد لله والله الحمد والله لله العظيم. والله الحمد لله بيحبك نعم وفضله والله العظيم، عشان كده اختارك وابتلاكي الحمد لله، عشان هو عارف انك هتقدري ده. الله يخليك يا حبيبتي ربنا، وهتبقي صابره والله، ربنا يجعلنا كلنا مصابرين والله، بنقول الصبر والحمد لله. رقم محمود يا جماعه قدامنا على الهواء. يا رب يا رب يا رب، يا رب اي حد بيشوفه يا رب، الشركه اللي بتعمل البتاع ديت يروحوا يدفعوا فيها، يسالوا على في مستشفى اسكندريه. انا مش عايزه حاجه، يتصلوا بمحمود ويعرفوا يتواصلوا بمامة محمود. يتواصلوا ازاي؟ مضخه ب 250 الف جنيه هتنقذ اسره، لان الام صحتها بتروح والاب عنده 83 سنه وعندي نجرز والله ورملتيد والله العظيم، ساعات بنبقى بنوكل المعلقه بتنطلق من ايدي، وحياه ربنا المعلقه ساعات بتنطلق من ايدي. مين بيشيله معاك يا حاج؟ والله ما حد، اخواته ما بيبقوش انا موجودين. اكيد بيشتغل. كل واحد بيجري على ركل عيشه، ربنا كرمهم الحمد لله. بس هو ولا ابوه ما ابو الراجل والله كان اكيد. حضرتك بتقولي 83 سنه، ربنا يديله الصحه. مركب شرايح ومسامير غبسان على السرير سنه ونص، نشيله ونحطه زي محمود. والله اللي كان يجي يقول يا حول الله يا رب، الراجل على السرير ومحمود حط له مرتبه في الارض وحياة ربنا. طب انا عايزاكي يا حاجه تاني رب. رقم محمود بيظهر قدامنا على الشاشه يا رب، ورقم يا رب. البرنامج برضو بيظهر رب. على الشاشه يا رب. يا رب اي حد معانا يعرف يساعد محمود ما يتاخرش يا رب. ارجوك انا مش عايزه حاجه، انا عايزاكي تبصي للكاميرا بتاعتك يا حاجه معانا وتوجهي رساله لاي اب وام بيشوفنا، تقولي له ايه يا حاجه؟ نوجه رساله لكل المسلمين والمسيحيين وكلهم المسيحيين الاخرين، خلي بالك ناس مش قادره اقول حياه ربنا في برشام بندور عليه مش بنلاقيه، والله واحده مسيحيه لا بنعرفها بتدي لابن لبنت اختها تجيبه له والله العلاج الطبيعي. انت اديتينا كام درس حلوين قوي النهارده يا حاجه. ونهار الفيروس اللي عملت له مدام نرجس ربنا يجازها خير يا رب، بقت واقفه معايا في التحاليل وفي كده، انا مشكورها وتكسى معاني والله العظيم رخر. وام ماندو مسيحيه برضه بتجيب لي برشام في ماده مخدره كده من دخل لما نجيبوه مش لاقيين، بتجيبه لي هي والله العظيم. يعني حضرتك في دقايق. دكتور تامر دكتور شريف كل الدكاتره اللي قابلتهم والله ربنا يجازهم خير على اللي بيعملوه، بس والله العظيم كل الدكاتره اللي شوفوا ده بودين الخير وده بودين الخير، كلك بودينه لبعض وحياه ربنا الدكاتره الله يجازهم خير يا رب. بس المبلغ كبير عليهم. كل واحد ايه ده دكتور عليه. شريف لما اتصل بيا الله يخليك قال لي انا مش هاخد ولا مليم في العمليه. والله هعملها له في مستشفى الجامعه، قلت كل حاجه هوفرها ومش محتاج بس يا جماعه الا المضخه. المضخه بس. الاختبار برضه عملوا له، قال هنعمل له اختبار ب 500 جنيه، ابره ب 500 جنيه، لو قعد على الابره ديت
احنا نبغى نشوف المضخة ديت. قلت له ماشي يا دكتور. عملها والله ما خد اي حاجة برضه، والله ربنا يجبره ويوقف له ولد الحلال، الله يكفي شر طريق وبارك له في ماله وعياله. جبناه الولد قعد ووقف وكل على الابرة، على الابرة اللي هو جابها يعني له، يعني هو كان مديها له كاختبار. ايوه، ان هو لو استجاب مع الابرة دي ايوه يبقى يستجيب مع المضخة. ايوه، فاستجاب لها. طب ما ينفعش نمشي على الابرة دي شوية؟ ده ما قعدتش 500 جنيه، ما قعدتش 3 ساعات ولا ساعتين ونص. يعني هي ابره لمجرد الاختبار. ايوه، ما قعدتش، يعني هو حب يعرف، يعني فرحته ما كملتش. لا حاجه، هي انا كده فهمت، هو حب يعرف ايوه هل المضخه اللي هنتعب على ما نجيبها 250 الف دول ايوه هتعمل نتيجه ولا لا، فممكن الحقنه دي اختبار للموضوع ده. ايوه ايوه، هو كان عاملها كده. يعني هو لو ركب المضخه هيقعد ايوه وهيعرف ياكل. ما هو عمل كده، عمل كده في المستشفى. كان والله كان احساسك ايه حاجه لما شفت؟ طب كان بقالك قد ايه ما شفتوش بيعمل كده؟ بقالي سنين. هو كل كان هو صغير كان كل مدى ما بيكبر كل التشد ما بيزيد عنده. احساسك ايه بقى يا حاجه لما شفتيه كده؟ مش قادره اقول لك. انت بتقولي 3 ساعات، ال3 ساعات دول بالنسبه لك كانوا والله ولا فلوس ولا اي حاجه في الدنيا بصحه الانسان وحياه ربنا كل اموال الدنيا. شوفوا قد ايه، 22 ماشي في 23 سنه ما بدش يد على بقه. بس والله محمود، ما انا بقول لك هما مش بيبصوا لك كده، يقول لك انت ما شاء الله شاب زي العسل. الله يخليك يا حبيبتي، وان شاء الله هتبقى كويس وهتقوم وهتتحرك. أي بس أي انا نفسي اسمع منك بس كلمه يا رب. يا رب يلا قول يا حدى، قول يا حدى، قول يا رب يا ما تقوم. سيبيه براحته. طب افتح ايدك. ايه ده؟ هو زعلان او متضايق او كده او قلقان من حاجه؟ يعني الحركات دي معناها ايه يا حاج؟ الشد، الشد اللي بيجيله. شد ايه؟ شد العضل. طب اقعدي بس يا حاجة، اقعدي يا حاجة. هو هي بس ريح نفسك، ريح كده. هو انت زعلان يا محمود عشان انت معانا؟ تزعل؟ بقول لك لا. انت عايز ايه يا حود؟ عايز ايه؟ طب لو عايز نصحة، هو المهم كده بقول لك يعني انا عايز نصحة. بص هو حاطين مش عايزة اجهده. بس انا كنت شايفة حضرتك، انا بقالي فترة والاسباب ما جبتش حالات انسانيه، وقلت ان الحالات اللي انا هقدر اتواصل مع الاطباء بتوعها. بس حالتك والحاح حضرتك في التليفون، وانا معلش انا اسفه جدا. الله يخليك، لاني كان عندي ظروف شديده جدا. والله الدكتور شريف قال لي والله، قلت له الف سلامه ربنا يشفيهم يا رب. هي يعني معلش انا اسفه. الله والله ده انا اللي اسفه ليكي على التاخير. معلش بس عايزه اقول لك ان قرقان بتحلك في قشايه ولا ولا. يا رب نكون احنا القشايه يا رب، ويا رب وجودك معانا هنا ما يعديش كده. هو بيقول لي انتاج الاعلام، قلت له ابني وفي مبنى اذاعه وتلفزيون وفي انتاج اعلام. قال لي يا ام اسكتي. قلت له ساكته، هنعمل ايه؟ معلش يا رب. يا رب يا رب يكون وجودك هنا يا رب، واصرارك يا رب ومتابعتك وسفرك وشيلك لمحمود وانت جايه معانا كده. يا رب يا رب ما تغزلناش، ويكون اي حد بيشوفنا يا رب يساعدها، يعمل مش هقول يساعد مع الدكتور ومع الشركه يا رب. هي مش عايزه فلوس؟ والله يا رب مش عايزه حاجه، مش عايزه علاج، مش عايزه حاجه، مش عايزه التواصل يكون بين حضراتكم. والله يا رب وريستها بس والشركه. ايوه، وكلنا نعتبر محمود اخونا ابننا اللي يقدر يقدم له حاجة، مش لازم اللي يقدر 250 ألف، اللي يقدر أي مبلغ ويروح يحطه في حساب الشركة المحمود أو في حساب المستشفى المحمود، يتواصل مع والدته ويشوف يقدر يحط فين وإزاي. 250 ألف أنا أعرف ناس ممكن تعمل بيهم حفلة. 250 ألف ممكن يحوش دموع أم، يخلي محمود على الأقل نعرف نخليه يبتسم يفادينا وتفادي عيالنا. ده إلا الصبر. الله يا رب يا ريس، ربنا يبارك لك يا رب، تتكمل جميلك معنا يا ريس. والله العظيم هو اللي ربنا يكرمه ويساعدنا. مش عارفة 250 ألف دول ده حاجة كبيرة، حاجة كبيرة أوي. الواحد لو شافه ممكن يغمى عليه. 250 ألف حاجة يا عم، ربنا يزيد يا رب اللي معاه. والله مش كتير، مش كتير على ربنا. يا إيه مش على ربنا. يا رب يا رب بحق ما وفق كده يا رب يا رب، وقابلتك وقطعتي المشوار ده كله يا رب، ما يغزلكيش ولا يغزلنا معاكي يا رب يا رب يا رب.
أي حد بيشوفنا يقدر يعمل حاجة المحمود يعملها. والله من النهار ما تولد وأنا بنجري بمقعد مجية الحاجة النهاردة ومحمود في ظروفه الصحية دي تكون بفايدة. نفسي يخش الحمام ويودي إيده على بقه يقعد. أنا كبرت وأنا كمان خلي بالك أنا لو موت مين اللي هيخدمه؟ واليتيم اليتيم بيتبهدل، شحال اليتيم معاك؟ يعني ده حاجة جامدة عليه. ربنا يديك الصحة يا رب، احنا وانت يا رب يا رب يا رب. وتشوفيه بيقف وبيمشي ومش بعيد عن ربنا يا رب. وطالما الحقنة زي ما دكتور شريف قال لحضرتك والله وعمل له اختبار جابت نتيجة وانت شفتي النتيجة دي بعينك. يعني ثقوا تماما ان فلوس المضخة دي مش هتروح هباء كده، لا ده اتعمل اختبار. أم عاشت أسعد لحظات حياتها في 3 ساعات وتمسكت بالأمل، عشان كده بتلف بابنها لآخر الدنيا. أنا عايزة أقول لكم إن الست دي أنا قلت لها تجيلي مدينة الإنتاج الإعلامي وعارفة المكان، ما تعرفش راحت على مسبيرو وعندها استعداد تلف الدنيا بيه. لو هنعتبر إن اللي هندفعه لمحمود صدقة عشان ربنا يشفي مرضانا يخلي أولادنا، وزي ما سيدنا محمد أمرنا داووا مرضاكم بالصدقة وتصدقوا فإن الصدقة تطفئ نار الخطيئة. فيا رب يا رب نجيتك يا حاجة النهاردة لينا ما تروحش كده، ويا رب تيجي إحنا نجيلك لحد اسكندرية الله يخليك. ومحمود بيعمل العملية يا رب، وبدل الدموع اللي احنا شايفينها في عينك دي نشوف ابتسامتك وابتسامة محمود اللي انا نفسي اشوفها. والله يا حودة. طب انت عارف ان ابني اسمه محمود؟ ربنا يخليه لك يا رب. تعرف دي بقى ولا ما تعرفش؟ يعني انا بحبك من قبل ما اشوفك، ولما شفتك حبيتك اكتر. وإن شاء الله والله عشان ما عندناش قناة فضائية. والله إن شاء الله ربنا هيشفيك يا حودة يا رب. بس يا أنت رب. قول يا رب حتى لو في سرك يا رب يا رب يا رب. فيش أي حاجة يا حاجة؟ نعم. يعني بصراحة أنا عن نفسي أنا هضطر أقفل الحلقة لأن أنا مش قادرة أكمل معاكي. بس أنت مفيش حاجة قادرة عايزة تقوليها قبل ما نختم؟ عايزة ربنا يكرم الجميع يا رب، وبارك لكل حي يا رب، ويهدي كل حي يا رب، يهدي بلدنا ووفق ولادنا كلك. انا مش عارفه وجعلني مصبرين. نقول يا سيدنا ربنا يصبرنا يا رب وزدنا ايمان يا رب. والله العظيم مش عارفه، والله مش عارفه نقول ايه. انت من الصابرين ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. ويكفي ان كلمة الحمد لله ما بتسيبش لسانك. الحمد لله. ويكفي انك بتسيبي كل السلبيات اللي انت شايفاها وبتمسكي في نقطة امل. عجبتك العربية الصحة، عجبك الدكتور اللي اداله الحقنة والضرة. الله ربنا يجازيه خير. بصة دايما للأحسن وان شاء الله ربنا مش هيخذلك. لازم يبقى في ده وفي ده عشان ربنا عنده حسن ظن عبده بيه. الحمد لله. وانت الحمد لله الحمد لله عندك ظن حلو قوي بالله، بدليل انك بتجري الله وبتسعي الاخر. والله وان شاء الله ان شاء الله يا رب يا ريت كل اللي بيشوفنا. ومعلش يا استاذ محمد اعرض رقم محمود واعرض رقم البرنامج عشان اللي ما يعرفش يتواصل مع ام محمود يتواصل معانا. وان شاء الله يا رب وجودك هنا طالما انت كنت حاسه ان في امل وان وجودك ممكن يكون سبب في علاج ابنك ان شاء الله ربنا مش هيخذلك. ده إبرة الاختبار والله في المستشفى، مستشفى المير والله قعدت بينك 13 يوم عمل له اختبار وبقى حلو، بس كم ساعة ساعتين ونص ثلاثة ورجعت تاني الوضع زي ما كان. والله إن شاء الله خير. حتى بنيجي نشيله والله كأن بنشيل أوضة بكلبش في الأرض خشبة. ما أنت حبيبتي أنت عندك كم سنة حاجة؟ أنا عندي 56 سنة والله بكلبش في الارض حتى تيجي محدش يعرف يلبسه. انا ولا من فرقه ما ينفعش. والله كان عندنا عزا في الفلاحين رحت والله جيت لقيت الميه طالعه لحد هنا وعطشان ميت من العطش. وحياه ربنا غبطه طول الليل يشرب ما غير يشرب ميه لانه غبطه النهار ما شربش. كل شويه اقول له عايز نشرب. خبره يا حوده في ايه؟
والله حوده هيبقى زي العسل يا رب. ان شاء الله ربنا هيشفيه يا رب، وتشوفيه احسن الناس، ونشوفه كده الحلقه الجايه كده وهو ماشي وواقف يسلم علينا باذن الله يا رب. ومش هنقول غير يا رب يا رب يا رب اشفيه يا رب، اشفيه واشفي كل مريض يا رب، يوقع الاولاد يوقف الاولاد الحلال يا رب يا رب. انا بنشد الرئيس والله، ربنا يكرمك يا رئيس، تساعده يا رئيس، وحياة ربنا يا رب يكون سمعنا يا رب وشايفه. يا جماعة مش لاقي، هي الحاج حاسة ان ال 250 الف دول حاجة جامدة، مبلغ كبير قوي. صدقوني يعني حتى اللي بيجي يساعد، لما بتساعد في مكانه انت بتحس انك عملت حاجة، واحنا كلنا بنكمل بعض. وعلى فكرة المتعة مش في الأخذ بس، والله العظيم المتعة في العطاء، إنك تدي في المكان المناسب. ويمكن لما نقف جنب محمود ونساعده ربنا يفادلنا عيالنا ويفادينا، واللي عنده مريض يشفيه يا رب، يكون فقرتنا وصلت لقلوبكم، وإن شاء الله إن شاء الله خير، وإحنا عشمانين في ربنا وفي حضراتكم خير جدا ان شاء الله. يا ام محمود ما تقلقيش، وربنا معاكي. اشوفكم الحلقه الجايه.